لدينا في مكانة الأسرة في الإسلام كمرأة كامرأة وهي كأم كأخت كابنة حتى كأخ كأب نا. تكلمت أنت نعم فالإسلام وضع ركائز وضع شروط كما ذكرتها بينها تنكح ده يعني لأ هناك تفصيل يعني أعم وأشمل حينما نذكر أن الإسلام كرم المرأة عموما سواء كانت اما او اختا او ابنه او حتى جده يعني حتى في الجده فرض لها في الميراث نصيبا شقائق الرجال نعم ما اكرمهن الا كريم نعم نعم وهن شقائق الرجال إلا إلا لا نعم, نعم وكذلك لما آه لما جاء سيدنا آه عمر رضي الله تعالى عنه جاءه رجل يشكو اليه امراته ف يعني كانه غضب الرجل على زوجته واخذ يسبها قال ان ان النساء شياطين خلقن لنا، نعوذ بالله من كيد الشياطين. فنهره عمر رضي الله تعالى عنه وقال ان النساء رياحين خلقن لنا. من منا يكره شم الرياحين؟ يعني كانه يعني اراد ان يعدل هذا المفهوم الجاهلي الذي كان متوارثا عند البعض نعم من جاهليه الاسلام. الام مدرسه نعم. إذا أعددت نعم. شعبا طيب العراقي من هنا م. ندخل إلى فقرة صغيرة خارج الإطار من هنا نعم عندما يكون إعداد الأم صحيح في المنزل م. نعم تستطيع أن تقول لديك أسرة قوية تستطيع نعم. أن تقول نعم. نعم. لديك أسرة تواجه بها تحديات المجتمع مهما كانت لذلك أردت أن أقول عندما حديث النبي عليه الصلاة والسلام تنكح لحسبها ونسبها قالوا الحسب هو ما النسب عفوا النسب م. هو من الاب والجد ما الى هنالك، نعم. والحسب هو الشيء المكتسب الذي تعبت عليه. نعم. اذا مكانه الاسره في الاسلام كبيره جدا. نعم. لكي ينتج عندنا افراد أه صالحين في المجتمع صالحين في المجتمع، نعم, نعم.